بعد اذنك يا مزوري. بعد اذنك. تفضل. اهلا اهلا. وانا اقول المكتب نور كده ليه؟ حياتي كيفك؟ زيك. شقت لي؟ انا برتاح جدا وانا بتكلم معاك. هجيلك في اقرب وقت. اوكي تمام. ماشي باي. حبيبي كان بيتكلم مع مين؟ دي شيماء كانت بتطمن عليا. ما تكلمنيش من ساعة اللي حصل. هي كويسة؟ كويسة. أنا قررت أسافر. نعم يعني؟ أنا قررت أسافر أوروبا طالما أنا مش عايشة بأمان هنا وأنت مش فاضيلي. بس الكلام ده لما أكون عايشة مع هبة مش عايشة مع راجل. وأنت بتسمي دي عايشة؟ ده إحنا بنتقابل بالصدفة يا راجل. وأنت إيه بقى اللي مش عاجبك في العيشة؟ مش ده اللي كنت بتتمنيه؟ فلوس، عربيات، وقصور. أنا لا عايزة فلوس ولا عربيات ولا قصور. وده معناه إيه بقى؟ معناه إن أنا خلاص خدت القرار وكل واحد ينام على الجنب اللي يريحه. لا! أنت هتنام على الجنب اللي يريحني أنا بس. علاقتك فوق. مرحلة إيه؟ بقول سعادتك نصاب. نصاب من وجهة نظرك أنت، لكن من وجهة نظر الناس ده راجل أعمال وطني وشريف. لو طلعنا بكرة وقلنا إن الراجل ده نصاب الناس هتصدقنا؟ هيعتبروها حملة تشويه وشعبيته هتكبر. ده غير ثقة الناس فينا اللي إحنا بنحاول نرجعها تاني. بتهيألي سعادتك ثقة الناس دي ممكن نكسبها لما نقدم الفاسدين وأصحاب المصالح للعدالة. الإصابة بسيطة خالص وهيخرج كمان يومين. الحمد لله يا رب. الحمد لله. من فضلك بس خمس دقايق يا ما تكترش. دقيقة. اتفضل. ياسو ألف سلام عليك يا حبيبي. قلقتني. قلقتني ياسو. معقولة صدرك ورجليك؟ أنا آسف أنا آسف. سلامتك حبيبي. جاي تطمن عليا ولا تطمن على نفسك؟ ما تقلقش. لسه عايش بس هو حياة أمك زي ما خرجتك من السجن هرجعك لي تاني. ياسر باشا أنا ماليش في اللعبة القذرة. الدنيا علمتني إن عصاية العز هوش بيها ما كسرهاش. محدش له مصلحة يخلص مني غيرك. يا باشا أنت حبايبك كتير قوي. تفتكر بقى إني ممكن أصدقك؟ ومين قالك أصلا إن أنا عايزك تصدقني؟ انت صعبان عليا. ما صعبش عليك غالي. احنا لسه في اول جوله وانا لسه بقول هادي. الكلام ده قديم قوي يا ياسو. يا اخي انت ما زهقتش؟ ما تدور على المصلحه اللقمه المام. انا عندي قريه سياحيه بتشتغل حلو قوي وعايز رجل امن من حديد زي كده ومرتب خيالي. وانا يا سيدي هتجاوز عن الاصابه. انا اسف يا اخي. اعمل ايه؟ رجليك ناحيتي. لو ما اتعلمتش من اللي فات اللي جاي هيعلم عليك. وادي شيك اعمل مرشين للعيال. كنت متاكد انك هتعمل جو عزه نفسي منعاني.
صدق اللي قال ان الكلب اوفى من البني ادم، عشان احنا بقينا في زمن الخيانة وجهة نظر. صح يا روكي؟ هو مين يعرف غيرنا؟ الحكاية اللي بيني وبين ياسر وسخن بيننا دلوقت مين؟ يسخن ايه؟ ده كان عايز يخلص منه. هو اللي عايز يخلص من حد يضربه في رجليه، خصوصا لو كانت المسافة بينهم 3 متر. اللي عمل الحركة دي خاين رخيص. بس أبوي قال لي الخاين هو ده اللي تحب له الخير ويحب لك الشر. إنما عمي بقى رد عليه وقال له إن هو أبوك الخاين ده اللي اتكلم في ظهرك. شفت تمام الخاين أيامهم كان إيه؟ غلبان. إنما أيامنا إحنا الخاين هو أقرب واحد منك وأبعد واحد عن خيالك. سقف سقف. شوف لي معاك كده 200 جنيه. أنا إذنك يا روكي. الحوار ده ما يخصكش، بس لما اقول لك سقف يبقى سقف. باي باي يا زي ما حضرتك عارف يعني احنا قناة بتحترم جمهورها جدا، وما ينفعش كده انشر اي حاجة من غير ما يكون معايا ادلة تحت ايدي. اولا سعادتك ما اسموش عمر نشرتي، اسمه صابر سيد علي طماني. ثانيا بقى انا اعرف كل حاجة عنه من يوم ما امه ولدته لحد النهاردة. مينفعش تديله فرصة تانية، وما توقفش حياتك على حد. ساعات كتير بنكتشف ان البدائل افضل بكتير من الحاجات اللي تربعت على عرش الاولويات. ارجو تكون فاهمني، دي موافقة وزارة الاسكان على ارض الواحات. ابتدي مشروعك. ما تقلقش، احنا ابتدينا حملة الدعاية ومضينا عقود كمان، واخدين مقدمات بحوالي 150 مليون جنيه. طب كويس. وبعدين حكاية دقنك دي عايزك تخفى شويه.